وليس لصنعه صنع صانع. هو للدرجات رافع وللدعوات سامع وللظالمين قانع ولأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شافع. لمحة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاه تجعل الكافر وليا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. انتوا ما بتصلوش على النبي ليه؟ الصلاة على حضرة النبي بتريح النفوس، وما من مكان يصلى فيه على النبي إلا ويصعد نور يربط بين السماء والأرض إكراما لرسول الله محمد. أبا الزهراء يا نعم المرجى، يا نعم المؤمل، يا مؤيد، عليك الله رب الخلق صلى كذا الأملاك صلوا على محمد. رأى مولاه رب العرش حقا، وما نظر الإله سوى حبيبنا محمد. ملجأ الخلق إليه طرا، جميع الخلق يوم الحشر تأتي إلى محمد. إمام المرسلين له المزايا، جميع الرسل صلى بهم سيدنا محمد، ولا نبي يأتي بعد طه. ختام المرسلين سيدنا محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، فلست أمدح محمد بكلامي ولكن أمدح كلامي بذكر محمد صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا من علمتنا بر الوالدين، يا من علمتنا الأخلاق والمبادئ الكريمة بعنوان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما أحوجنا إلى هذا الأمر في هذا العصر، العصر الذي سمي بعصر الفتن. الإبن لم يبلغ من العمر 10 سنوات ويرفع صوته على أبيه. عصر فضلت الزوجات على الأمهات، عصر قطعت فيه الأرحام والعياذ بالله لأجل أي شيء، شيء دنيوي، إما بعض من المال، إما قطعة من الأرض، إما غيرة وحقد. عافانا الله وإياكم. وخطورة عقوق الوالدين سلمنا الله وإياكم كثرت في هذه الأيام. اسمع إلى سيدك النبي بعد ما تصلي عليه حين صعد المنبر
فنزل عليه أمين الوحي جبريل فقال صلى الله عليه وسلم: آمين آمين آمين. الصحابة بيسألوا سيدنا النبي بيقولوا له: ما الأمر؟ أأنزل عليك الوحي؟ تطلع المنبر دلوقتي ليه؟ الميعاد ليس جمعة. فقال صلى الله عليه وسلم: آتاني جبريل آنفا الآن. فقال لي: يا محمد، خاب وخسر من أمتك من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. وأما الثانية فقال: يا رسول الله، خاب وخسر من أمتك، اسمع، من أدرك أبواه حين الكبر، أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. وأما الثالثة فقال لي: يا رسول الله، خاب وخسر من أمتك من سمع اسمك ولم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. سيدنا النبي كان بيجمع أموال لإحدى الغزوات، واحد كده مسكين حب يجاهد مع سيدنا النبي في الغزوة، جهد في سبيل الله وما معوش فلوس، مسكين، فراح يعيط قدام سيدنا النبي. سيدنا النبي بيقول له: لماذا تبكي؟ انت بتعيط ليه؟ قال: اريد ان اجاهد معك في سبيل الله، وليس معي، ليس ما معي ما يكفيني لأتبرع أو أشارك معكم في هذه الغزوة. شوف سيدنا النبي قال له إيه؟ روح استلف، روح اسرج، لا، قال له: ألك والدين؟ أمك وأبوك عايشين؟ قال له: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يبقى بر الوالدين يعدل الجهاد في سبيل الله. واحد بيقول لسيدنا النبي: أني أمي، لي أم لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وأنا حاملها على كتفي، ما بتعرفش تدخل الحمام أو دورة المياه إلا وأنا شايلها على كتفي، أفي ذلك أكون قد وفيت حقها؟ يا لما أعمل كده أكون أني قضيت اللي علي لأمي؟ سيدنا النبي قال له: لا، ولا طلقة من طلقات الولادة. يبقى أمي وأبويا كنز كبير، كنز كبير، لن أنال الجنة إلا برضا الأب والأم. طب واحد زعلان بيقول لي: أبويا وأمي ماتوا. أقول لك القرآن بيقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الدعاء صدق الجارية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أسأل رب العلي القدير بحق هذا اليوم الكريم وبحق شهر رجب، دي بشاير يعني، عم الحج ابو زيد الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، مات ليلة الجمعة، وسيدنا النبي قال: من مات ليلة الجمعة او يومها امنه الله من فتنة القبر وعذابه. مش كده وبس، ده مات في شهر رجب، وشهر رجب هو احد الاشهر الحرم. شهر رجب شهر معجزة سيدنا النبي الإسراء والمعراج. نتوسل إليك إلهي القدير أن تغفر ذنبه، وأن توسع قبره، وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة،
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تحفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، ألف بين قلوبنا، احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، ارزق مصر وأهلها الأمن والأمان، ارزق مصر وأهلها الأمن والأمان، ببركة القرآن وببركة الأزهر الشريف وببركة آل بيت نبيك محمد. أنت يا رب ولي ذلك والقادر عليه. أحبتنا الكرام، كما بدأ اللقاء بخير الكلام، حان موعدنا في رحاب مسك ختام هذه الليلة مع العلم الذي سعد به المكان منذ بدء الليل عصرا ونسعد به الآن، نجم لامع مجيد نعتز بسماعه ونسعد باستماعه. يمكن لأول مرة تشرف به هذه القرية، ما من بلدة خطر بها إلا وله بصمة طيبة فيها بجمال صوته ودقة آدائه. ليلة تكريم الوالد الكريم الحاج أبو زيد بطين بعموم عائلات بطين على مستوى مركز المنزلة بالدقهلية، نسعد مع النجم الإذاعي الكريم المتربع على قبة سماء قراء مصر والوطن العربي، القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عيني يشرب بها عباد الله
عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما. ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عيني يشرب بها عباد عيني يشرب بها عباد بها عباد الله.
عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله علينا في حاجه.
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إنا نخاف من ربنا يوما قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب
فلينظر الإنسان مما خلق إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا لا إله إلا
لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ صدق الله العظيم. الفاتحة. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله علمه وحيا بلا قلم. سبحان من علم الإنسان بالقلم. وأقسم الله بالهادي فشرفه أعظم به وتعالى منزل القسم. في خلقه بشر، في طهره ملك، في نوره قمر يمشي على قدمي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا مع هذا الختام الذي تمتعت به القلوب وعشقت له الآذان، القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، تكريم الوالد الكريم الحاج أبو زيد بطين. أسأل ربي أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليه في